شايف. فأنا يعني بحزن على إنه صدام حسين تكون نهايته شايف كهيك يعني. يعني كان رئيس شوف يعني توصل لوين شايف. فأنا بحزن يعني على إنه وصل لهذه المرحلة. ليش؟ لأنه صدام حسين هو ساعدنا ساعد الشعب الفلسطيني وواقف مع الشعب الفلسطيني ويخلف عليه، وبنشكر كل الأبطال اللي مثله، وأنا بعده بطل وبعده إنسان زلمة زلمة. ليش ما يقدموا شارون للمحاكم؟ شايف ليش مثلا يقدموا واحد زي هذا للمحكمة الدولية؟ هذا بدافع عن الشعب الفلسطيني وبدافع عن الناس المظلومين. شايف يتقدم للمحكمة؟ لا، بالنسبة أنا ما إليش شو كان مثلا في العراق قاسي على الشعب وما بالي، المهم هو بيساعد الشعب الفلسطيني. مش لانه صدام حسين، لانه زعيم عربي. زعيم وكل زعيم عربي مصيره برضه زي صدام حسين، وحصر علينا. شوف احنا كل زعماء العرب زي ايه؟ والزعيم خسارة عليه. يعني اليوم صدام، بكره الاسد، بعده ايران، بعده مصر، بعده الاردن، بعده خلاص يعني ما حيضلوا.